أعتقد أن العديد من الأصدقاء لن ينسوا أبداً هذه الطائرة الغريبة بعد رؤيتها. نظراً لشكل أنفها الفريد، تبدو هذه الطائرة مختلفة تماماً، ولكن أدائها القوي قد يقوض خيالك. هذه طائرة فيليكون أوكس الإسرائيلية. إسرائيل دولة في دوامة الشرق الأوسط. التكنولوجيا العسكرية هي واحدة من أفضل التقنيات في العالم. على سبيل المثال، قامت إسرائيل ذات مرة بتعديل دبابة القتال الرئيسية التركية M60 بأتون. يمكن مقارنة مستوى المنتج المعدل بمستوى تي شرطة 72. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الإسرائيلية هي أيضاً الرائدة في العالم. بالطبع إسرائيل باستثناء الطائرات بدون طيار وتكنولوجيا الدبابات، كما أن طائرة الإنذار المبكر التي يصنعونها هي أيضاً الرائدة في العالم. ثمانينيات القرن الماضي، بدأت شركة الطائرات الإسرائيلية ILA وفرعها تلي في تطوير نوع جديد من نظام الإنذار المبكر المحمول جوان فالكوني، واختبار الرحلة على طائرة بوينج 707 معدلة. تريد شركة ILA تصميم نظام إنذار وتحكم مبكر محمول جوان متفوقاً على الأنواع المماثلة الأخرى في العالم لتحل محل طائرات الإنذار المبكر الأمريكية E-2C وE-3E. طائرات الإنذار المبكر الأكثر شيوعاً في الواقع هو تركيب جهاز كشف دائري أو ممدود على ظهر طائرة الركاب أو طائرة النقل. لك لتحقيق كشف بزاوية 360 درجة بدون زاوية ميتة. ومع ذلك فإن رادار فالكون أوكس مثبت في مقدمة الطائرة. تتبنى فالكون أوكس الطائرات رادار صفيف المرحلي ذو الحالة الصلبة الممسوحة ضوئياً إلكترونياً UMM-2075 مع تخطيط الحلقة. يتم توزيع صفائف الهوائي على أنف وذيل وجوانب جسم الطائرة، قادرة على المسح بزاوية 360 درجة. إنها أول طائرة إنذار مبكر في العالم تستخدم هذا الرادار، لذلك هناك أنف متدلي. فالكون أوكس طائرات جناحيها 44.42 متر، يبلغ طول الطائرة 48.41 مترا، وارتفاع الطائرة 12.93 مترا. مساحة الجناح 283.4 متر مربع. الوزن الفارغ 80,000 كيلو جراما. الوزن الأقصى للإقلاع 150 كيلو جراما. الحد الأقصى لسرعة الطيران 880 كيلو مترا ساعة. سرعة الانطلاق 780 كيلو مترا ساعة. المدى هو 8500 كيلو مترا. أقصى أمد الطيران 12 ساعة. يمكن أن تحمل ما يصل إلى 17 من أفراد الطاقم على متن الطائرة، بما في ذلك قائد مهمة وخمسة من مشغلي الرادار، واحد مشغل معلومات إلكتروني، واحد مشغل معدات دعم إلكتروني، مراسل واحد فاصلة مراسل مساعد واحد، مشغل واحد لوصلة البيانات، عدد اثنان من مشغلي معدات الاختبار إلخ. أنف فالكون أوكس الطائرات عبارة عن مصفوفة دائرية يبلغ قطرها 2.9 متر. المصفوفات الموجودة على جانبي جسم الطائرة عبارة عن صفائف مستطيلة بحجم 10 مترا في 2 مترا. تم تركيب 6 رادارات امتثالية ذات صفيف مرحلي على شكل شبكة تغطية 360 درجة. UMM-2075 نطاق تردد تشغيل رادار الصفيف المرحلي ذو الحالة الصلبة الممسوحة ضوئياً إلكترونياً هو من 40 إلى 46 جيجا هرتز. يستخدم لكشف الأهداف الصغيرة ذات المقاطع العرضية للرادار الصغيرة مثل صواريخ كروز والمروحيات والطائرات المقاتلة والسفن الصغيرة. يبلغ مدى الكشف 370 كيلومتراً للمقاتلات والطائرات الهجومية و180 كيلومتراً للمروحيات. يمكن أن يصل قطر الكشف عن نطاق المراقبة إلى 800 كيلومتر. يمكنه معالجة 100 هدف في نفس الوقت وتتبع 250 هدفاً في نفس الوقت بعد اكتشاف الهدف، ولديه القدرة على مراقبة الهدف المتحرك على الأرض البحري. التكيف مع العمل في الظروف الجوية القاسية. الرادار لديه وسائط مثل ارتفاع معدل تكرار النبض البحث وتتبع كامل، والكشف عن المسح الضوئي بطيئة، وانخفاض معدل تكرار نبض الكشف عن السفن. يمكن استخدام هذه الأوضاع بالتبادل لتوفير تشغيل متعدد الأوضاع في أي قطاع مسح ضوئي. باختصار، مهام المراقبة الجوية والأرضية التكتيكية والإنذار المبكر والقيادة والسيطرة واكتساب المعلومات الاستخبارية، نظام تحديد هوية صديق أو عدو في مسح ضوئي واحد،
يمكنه استجواب أكثر من 200 هدف بري وبحري وجوي مزود بأجهزة إرسال واستقبال في نفس الوقت. لذلك فالكون أواكس عبارة عن طائرة استطلاع ومحطة رادار تطير على ارتفاعات عالية ومركز قيادة جوي قوي. على الرغم من استخدام طائرة بوينج 707 القديمة كجسم لفالكون أواكس الطائرات، لديها مشاكل مثل سرعة الطيران البطيئة، المقطع العرضي لانعكاس الرادار الكبير، والقوة المنخفضة لجسم طائرة الركاب، والتي لا يمكنها أداء مناورات عالية الكثافة، بحيث أنه بمجرد مهاجمتك يمكنك الاعتماد فقط على الحرب الإلكترونية أو الأشراك لحماية نفسك. لكن هذا لا يعني أن طائرة الإنذار المبكر لفيليكونو ضعيفة. على العكس من ذلك، نظراً للاستخدام المكثف للمكونات المدنية، فإن كفاءة التشغيل المستمر لفالكون أواكس الطائرات أفضل من بعض هياكل الطائرات العسكرية البحتة. مزايا هياكل الطائرات المدنية هي بيئة داخلية أفضل للإلكترونيات على متن الطائرة، ونسبة فعالية من حيث التكلفة أعلى من النماذج العسكرية. ومقارنة بالقرص العلوي الكبير الذي استخدمته طائرات الإنذار المبكر في الماضي، تصميم الرادار الجديد له تأثير ديناميكي هوائي أقل بكثير على هيكل الطائرة ويسهل صيانته. هذا يجعل الأداء العام لفالكون أواكس الطائرات مشابهاً لأداء إشارطة 3، لكن التكلفة ليست سوى ثلث إشارطة 3. في الآونة الأخيرة، كشفت إسرائيل عن أحدث التحسينات على طائرات الإنذار المبكر فالكون الأكثر تقدماً في العالم. وقال الخبراء الروس هذا: هذه النسخة المتقدمة من فالكون أواكس الطائرات الإسرائيلية تعادل ما لا يقل عن 3 طائرات أواكس روسية. بعد أن يرى الجيش الأمريكي مزايا الجيل الجديد من الرادار الممسوح إلكترونياً من أجل تلبية متطلبات العمليات المتكاملة المستقبلية البحرية والبرية والجوية والفضائية، اقترحوا خطة لتطوير MC-2E الطائرة القيادة والتحكم متعددة الاستشعار، تحسين مستوى المعلوماتية العسكرية الأمريكية. كل ما في الأمر أن طائرة الإنذار المبكر MC-2E الحالية لديها فقط القدرة على تحديد الأهداف على الأرض وقفلها، ليس لديه القدرة على مسح الأهداف الجوية والاتصال وقيادة الوحدات الأخرى لإجراء العمليات كما ينبغي أن تمتلكها طائرة الإنذار المبكر. لذلك حتى طائرات الإنذار المبكر MC-2E الأكثر تقدماً في الولايات المتحدة، إنها ليست بنفس قوة طائرة الإنذار المبكر الإسرائيلية التي تعمل منذ فترة طويلة. سبب تمكن إسرائيل من تطوير طائرة الإنذار المبكر فالكون يرتبط هذا أيضاً بتجربة إسرائيل القتالية الجوية الخاصة. على سبيل المثال، في حرب الشرق الأوسط الخامسة عام 1982، سلاح الجو الإسرائيلي يضرب موقع صواريخ للدفاع الجوي السوري، واستخدام طائرات الإنذار المبكر من طراز إشارطة 2C لتوجيه المقاتلات للقتال الجوي، وفي النهاية تم تدمير 19 سرية صواريخ، تدمير 80 طائرة معادية، والسلاح الجوي الإسرائيلي ليس له خسائر. دعا العالم يدرك قوة طائرات الإنذار المبكر. لذا فإن إسرائيل تدرك أهمية طائرات الإنذار المبكر في الحروب المستقبلية. سبب تشابه طائرة الإنذار المبكر فالكون بطائرة الإنذار المبكر إشارطة 3، أحد أهم الأسباب هو أنه يمكنه اكتشاف أهداف الطيران على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة جداً. تعتمد طائرة الإنذار المبكر فالكون تقنية المسح الإلكتروني المتقدمة، تتميز بخصائص الوزن الخفيف والتكلفة المنخفضة والموثوقية العالية. تم اقتراح مفهوم جديد لطائرة الإنذار المبكر من النوع الدائري في التصميم، استبدال المسح الميكانيكي السابق بالرادار الممسوح إلكترونياً. يمكن القول إنه اختراق كبير في تكنولوجيا طائرات الإنذار المبكر الحديثة، قد يكون اتجاه تطوير جيل جديد من طائرات الإنذار المبكر. اليوم هناك أكثر من 20 دولة مجهزة بطائرات الإنذار المبكر، ومع ذلك باستثناء الصين والولايات المتحدة وروسيا، فإن الدولة الوحيدة التي يمكنها إنتاج طائرات الإنذار المبكر هي إسرائيل. إلى جانب السعر المنخفض لطائرة الإنذار المبكر فالكون، بالنسبة للعديد من البلدان النامية، فإن طائرة الإنذار المبكر هذه هي أكبر نعمة لها. في الوقت الحالي تعمل طائرة الإنذار المبكر هذه في دول مثل إسرائيل وتشيلي وجنوب إفريقيا والهند. لا يمكن أن يؤدي تجهيز طائرة الإنذار المبكر هذه إلى تحسين قدرات حرب المعلومات للقوات الجوية بشكل كبير فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى زيادة وقت الإنذار المبكر الخاص بها،
علاوة على ذلك، يمكن أن تهدد بشكل كبير قدرة الهجوم على ارتفاعات منخفضة للغاية للقوات الجوية للعدو من تلقاء نفسها. يمكن القول أنها طائرة إنذار مبكر متقدمة رائدة على مستوى العالم. يمكن ملاحظة أنه على الرغم من أن فالكون أوكس لديها بعض القبيح، لكن القوة لا تزال قوية جداً.